زيتيديون نعطيهم على الطريقه كيفاش، ولا ربما طريقه صغيره على طريقه الحياه تاعي كيفاش درت وين وصلت، باللي اي انسان قادر يوصل للهدف تاعو بشويه عمل وشويه مبادره وحظ. مثقف ولا غير مثقف، الانسان اللي تتغلق عليه الباب لازم يكون الحياه تاعو، لازم يكونها هنا ولا يكونها البر، لا ما يهمش، لازم تكون الحياه تاعك. فاذا كان لقى الباب ما لقاش عمل وما لقاش سكن وما لقاش يزوج وذاك تغلق. ف هذيك انا مانيش عايش لهنا باش نعطي نظره علاش ولا مش علاش، ولكن نقدر نتفهم علاش يديروا.